كل هذه المشاهد المأساوية التي مرت سريعاً حدثت في السنوات التسع الأخيرة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 من شباط 2005، كلها نتاج أحداث أمنية وتوترات طائفية أدت إلى تقاتل مذهبي ذهب ضحيته مئات القتلى. ومع ذلك يندر أن تجد من يسمي هذه الأحداث بأسمائها، كل ما يقال عنها إنها مجرد توترات بسيطة لا توقظ الفتنة ولا تشعل حربا أهلية. لكن ما هي الحرب الأهلية يا ترى؟ كيف نعرفها لنعرفها؟ جمعية أمم للتوثيق وثقت للحرب الأهلية اللبنانية وتوثق لجميع الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، ومؤسسها لقمان سليم يعرف الحرب الأهلية على الشكل الآتي: الحرب الأهلية تفترض على الأقل ثلاث مكونات، قضية يختلف عليها، تفترض توفر تمويل، وتفترض توفر موارد بشرية. بوضعنا اليوم ما فينا ننكر حجم القضايا بالجمع اللي مختلف عليها. التمويل، لولا أنه الأطراف المتنازعة بالسياسة تمول هذا النزاع، كانوا كثير من الناس صاروا بمرتبة العاطلين عن العمل. أساساً الحرب الأهلية هي البزنس الأساسي للبنانيين، حتى لو اشتغلوا لدى مصالح يملكها سياسيين أو يملكها أمراء حرب سابقين تم تبييضهم خلال السنوات الماضية. وهذا بيوصلنا للثالث، إنه هل هناك موارد بشرية تتنزج في الآتون في حال تحول النزاع الأهلي إلى حرب معممة؟ الجواب كمان هو نعم. تتوفر إذن المكونات الرئيسية لطبخة الحرب الأهلية، وهي حرب سيمر وقت طويل قبل أن يعترف اللبنانيون أنها كانت حرباً أهلية. وهل اتفق اللبنانيون أصلاً على الاعتراف بأن حربهم التي بدأت في العام 75 واستمرت لخمسة عشر عاماً كانت أهلية؟ أبتميت يا غي الطريق دام رفادك يا غي. قديش أخذنا كلبنانيين تنعترف بأنه ما حدث ب 13 نيسان بعين الرمانة كان بداية الحرب؟ أخذنا سنوات مديدة، نحن بقينا لأواسط الثمانينات لربما أو تقريباً لمطلع الثمانينيات نسمي الأمور أنه هيدي أحداث. فالتسمية أمر جداً مهم، وأنا بتقديري رح نضلنا ننكر أنه نحن بحالة حرب. إذا شفنا الأمور تحت هيدي العناوين بنفهم شو اللي صار وليش من المشروع انه نقول انه 14 شباط هو خيو ل 13 نيسان. لا تزال اثار الحرب الاهليه ماثله للعيان، وكما يعرف الحق من اهله كذلك تعرف الحرب من اهلها. نظرت من النافذه واذ بها حرب اهليه، هذا ما كتبه الشاعر محمد العبد الله في إحدى قصائده. واليوم لكي تروا الحرب الأهلية يكفي أن تنظروا من النافذة. رامي الأمين، قناة الجديد.